السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركت لأن أنا كنت محتاجة حاجة زي كده، وحاسة إن هي فريدة. أنا ما شفتش في مكان تاني حاجة زي كده. وجدت إيه يعني هو المكان الأول بالنسبة للاشتراك، أنا حسيت إن هي هتقدم لي خبرة أنا ممكن أسعى كتير إن أنا أدور عليها وما لقيهاش، يعني أضيع وقت كتير فعلا وما لقيهاش. لقيت في إيه؟ لقيت حاجات بصراحة ما شاء الله اللهم بارك، يعني لقيت حاجات كتير من أول كل حاجة. أولا أنا حاسة كويس بالمجهود اللي خلف الكواليس في الدورة، من أول كل حاجة، من أول المنهج واختياره واضح جدا إن حضرتك عملت عليه لفترات طويلة، والتنظيم والرد والمعلومات، ويعني بصراحة ما شاء الله اللهم بارك، يعني ما شاء الله ما شاء الله بصراحة. يعني منين ما فعلا الواحد يبعت سؤال في أي وقت حضرتك بترد، يعني تقريبا في نفس الوقت. لو حد يعني اللي وصلني ان حضرتك عايز توصل المعلومات كلها بنسبة 100% لكل فرد، ما فيش فرد فينا معلوماته في يعني المادة العلمية بالنسبة له تقل عن الباقي بنسبة 1%. اللهم بارك. اتوقع ايه؟ انا فعلا يعني اللي بيقابلني وبيسألني بنصحه ان هو يعني ينضم على طول. يعني أنا في واحدة فعلا كلمتني إن هي لو ينفع تكمل معانا يا ريت.